طيب حياكم الله. حاليا ياسين مكس ما شاء الله المواد الكيميائيه، وهني يشفط ويضخ في نفس المكان على اساس يتم الخلط، عمليه الخلط تتم بنجاح ان شاء الله. اساس نضخهم في الخزانات اللي فوق، هذا للعلم. نشفط ونخلط اساس المواد، المواد كلها تنخلط صح، ولا زلنا في عملية التدوير ولله الحمد. يعطيكم العافية حبايبي. حياكم الله من جديد حبايبي. مثل ما تشوفون حاليا الماي اللي تشوفونه مش ماي خالي، ماي مخلوط بالمواد الكيميائية ويا السيانايد، صوديوم سيانايد اللي راويتكم قبل. فالحين ياسين خمر التانكي هذا، تو فتشينا الماي عليه وما شاء الله مثل ما تشوفون هذا تخمر، صار له يومين ترى نفتشهم حبة حبة، يعني اليوم ما يتخمر كامل بعدين بطلة نفتها على أساس يصير بيت الكربون الماي اللي يخرج من تحت الحاويات الكيميائية اللي تشوفونها. ففي أماكن نفتش الماي وفي أماكن مغلقة لما نخلص عملية التعبئة ونفتش الماي والمواد الكيميائية إن شاء الله. بنوافيكم بالخطوة. السلام عليكم حبايبي، حياكم الله. مثل ما تشوفون تفريغ الموارد الكيميائية زائد المياه تخرج هني بدون الذهب، والذهب يكون عالق في الكربون، وهني تم عملية الضخ بالمحرك هذا لين التناكر أساس الفكرة تكون أوضح. وهذا المكان اللي يخلطون فيه المواد الكيميائية، وفي نفس الوقت مكان التوزيع حق الخزانات اللي فوق على أساس يرجعون الماي اللي يطلع من هني بالأنابيب التحتية لكل خزان. وهذا للعلم، هني الماي يطلع خالي من غير الذهب، بس الماي والمواد الكيميائية. آمل أنكم استفدتوا. حياكم الله حبايبي، اليوم أراويكم بيت الكربون شو وظيفة بيت الكربون في نفس المكان. تشوفون البيبات الموجودة في نفس المكان مشبوكة للخزانات اللي شفتوها اللي عبينا فيه الطين مع الفلتر، فالماي الذهبي يطلع من هالمكان ويرسي على مكان الخانات اللي تشوفونه. ومكان الخانات نحط فيه الكربون عبارة عن 300 كيلو كربون، يمسك الذهب اللي يطلع من التناكر. طبعا الماء الذهبي اللي هو البي ووتر يطلع من هالانابيب اللي تشوفونه من الخزانات طبعا لين الخانات، هاي يكون فيها كربون. وهذا للعلم، بنوافيكم في الخطوة الثانية ان شاء الله. تشوفون حبايبي الخانات في نفس المكان، طبعا الكربون داخل يكون من بعد ما يفرغ الماي والموارد الكيميائية في نفس المكان ينتقل الماي مع المواد الكيميائية في هالتانك اللي تشوفونه. طبعا يتم خلط أول شيء الموارد الكيميائية في نفس المكان، وبعدين نسحب الماي في الخزان الكبير الأرضي ونعبي ماي، ومن هني بعد ما نخلط المواد نضخ الماي بالمضخة طبعا لين فوق الحاويات اللي شفتوها اللي فيها التربة ولا الطين ولا الكارتة مثل ما يسمون أخواننا اللي في السودان. يعطيكم العافية حياكم الله. هذا للتوضيح، الحين ساكين البيبات لما الخزانات تتخمر والموارد
كيميائية، بعدين فتهم على أساس الحين ياسين نركب مادة الكربون مثل ما تشوفون، ياسين ركب المادة اللي بتيود الذهب اللي يطلع من الماء الذهبي اللي هو البي ووتر. هذا هو الكربون يا جماعة الخير مثل ما تشوفون اللي يود الذهب، سبحان الله. من بعد فترة يوم نخلص نشل هاي المادة اللي هو الكربون، نصير نضرب عليه حرارة لدرجة 120 في الفرن، فينزل الذهب اللي فيه كله. هني نعرف كم كيلو تحصل من نفس المكان، والمواد الكيميائية تخرج وترجع في الخزان.